بما اننا كمان دلوقتي بقينا نستخدم اليونت اوف وورك، وزي ما اتفقنا ان اليونت اوف وورك هي بس اللي هيكون موجود جواها الجزء بتاع السيف تشينجز، فبالتالي لما كنا بنجرب في البدايه ضفنا الجزء بتاع السيف تشينجز جوه الاد والاد رينج ميثودز، فهعمل لهم ريموف من هنا، خلينا نعمل لهم ريموف ونعمل سيف. بعد كده خلينا نروح على البوك كنترولر نشوف الجزئيه بتاعه الاد هل هتفضل شغاله زي ما هي ولا في تغيير هيحصل. الجزء اللي كنا بنعمل فيه اد هو اخر ميثود موجود عندنا هنا. دلوقتي لو رحنا على الابلكيشن مره تانية علشان نتست الجزئيه بتاعه الاد، وخلينا الاول نروح على التيبل بتاع البوكس نشوف الداتا اللي موجوده فيه حاليا. هنعمل ريفرش، هلاحظ ان في الوقت الحالي موجود عندنا 3 كتب. تعال نرجع تاني هنا على البوكس نسمي ده مثلا تيست 4 علشان نميزه عن اللي موجودين، ونروح على الابلكيشن، هروح على البوكس الجزء اللي هو بتاع الاد 1 ده ونقول له تراي اوت اكسكيوت. هلاحظ هنا ان هو رجع لي البوك اللي المفروض يكون اتعمل له كرييشن، لكن الاي دي بتاعي هنا 0، وده معناه ان ما حصلش سيف جوه الداتابيز. طب خلينا نتاكد، هرجع هنا مره تانية واروح على البوكس داتا واعمل ريفرش، هلاحظ انه ما اتضافش جوه الداتابيز، وده لاننا مسحنا الجزء بتاع السيف تشينجز من جوه البوكس ريبوزيتوري او من جوه البيز ريبوزيتوري بمعنى اصح. طيب بما انها دلوقتي موجوده جوه اليونت اوف وورك، فبالتالي انا محتاج ارجع هنا على البوكس كنترولر، هريموف الجزء ده كده، هاخده كات وهعمل هنا فاريبل هسميه بوك، ده هيكوال الجزء اللي احنا خدناه كات من هناك اللي هو اليونت اوف وورك دوت بوكس دوت اد، وبعت له هنا البوك. وبعد كده هاجي هنا اقول له اندرسكور يونت اوف وورك دوت كومبليت اللي هو الجزء اللي كان موجود فيه السيف تشينجز، ودي كانت لو تفتكروا بترتيرن انتجر، لكن خلينا دلوقتي نعمل ريتيرن للبوك نفسه اللي اتعمل له كرييشن في الداتابيز. ونرجع مره ثانيه على سواجر علشان نجرب مع بعض. هاجي هنا مره ثانيه على اد 1 اقول له تراي اوت، وهبص على الاوبجكت اللي رجع لي، هلاحظ ان هو فعلا الاوبجكت خد اي دي، وده معناه ان اتعمل له سيف في الداتابيز. هرجع مره ثانيه هنا واعمل ريفرش للداتا بتاعت البوكس، هلاحظ ان البوك رقم 4 اتضاف عندي جوه الداتابيز. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان في كل مره بتكون محتاج تعمل تعديل على الداتابيز، مش مجرد انك بتعمل كويري من الداتابيز، يعني بعمل اد او بعمل ابديت او بعمل ديليت، في كل الحالات دي محتاج ان انا استخدم الكومبليت ميثود اللي موجوده جوه اليونت اوف وورك اللي هي جواها الكونتكست دوت سيف تشينجز. وبالتالي لو انا بعمل هنا اكتر من اكشن مع بعض، في النهايه خالص بعمل سيف مره واحده على الداتابيز بتاعتي. وبكده نكون خلصنا كل الاجزاء اللي كنا حابين نوضحها في الجزئيه بتاعه الريبوزيتوري ديزاين باترن. طبعا كان الشرح سريع وفي اجزاء كتيره جدا عدينا عليها بسرعه، لان المفروض التوبيك ده توبيك ادفانسد لحد كبير، فبالتالي كتير جدا من الكونسبتس المفروض اصلا انك تكون عارفها ومطلع عليها وفاهمها قبل ما تبدا في الجزئيه بتاعه الريبوزيتوري باترن. والنقطه الاخيره اللي حابب اكررها مره ثانيه قبل ما نقفل الفيديو ده، هي نقطة ان الامبلمنتيشن ده ممكن يختلف من شخص لشخص تاني، وهتقابل فعلا على الانترنت كتير جدا من الامبلمنتيشنز اللي موجودة. حاول برضو تبص على اكتر من امبلمنتيشن قبل ما تختار واحد فيهم تبتدي تستخدمه في شغلك. واتمنى اكون وصلت الفكرة بشكل بسيط، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية.